بسم الله، صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مساء الورد ومساء الخير، ازيكم يا بنات؟ إن شاء الله كلكم طيبين وكلكم بخير وعافية. كيف عاملين وكيف قضيتوا الويك أند؟ اليوم الفيديو مختلف شوية، عبارة عن منتجات سودانية. عاوزة أوريكم المحل الرهيب ده، فيه كل المنتجات السودانية. أي واحدة ما جهزت لي رمضان بنصحها تجري جري تمشي المحل ده. حابة أوريكم محل سوداني وصاحبه أكيد سوداني. اسم المحل ساحل النيل. ساحل النيل الموقع في الخالدية، خلف سوبر ماركت المدينة. المهم باقي التفاصيل حكتب لكم في أول كومنت في الفيديو ده، حكتب لكم في أول كومنت. طيب المحل ده يا دلال انت، هل هو اعلام مدفوع او كده؟ لا، انا دايما بحب، يعني مثلا مشيت محل الحاجات فيها نظيفة، المكان يعني فيه الحاجات نظيفة وجربتها، بجي بنزل لكم التجربة وبنزل لكم المكان وين. تمام. طيب المحل ده فيه شنو يا دلال؟ فيه كل شيء سوداني، حاجاتهم صراحة نظيفة نظيفة نظيفة، نظافة كده ما طبيعية. جربتي منهم حاجة؟ ايوه نعم جربتها. انا امس اخذت منهم الفول السوداني اللي هو الدكوة، اخذت منهم كمان التمر السوداني، البلح، احنا بنقول بلح سوداني، اللي هو التمر السوداني، الجنديلة، فوق الممتاز، رهيب ممتاز، جبته امس وجربناه الليلة. عموما حابة انصحكم انكم تزوروا المحل، ولو قلت لهم جايين احنا من طرف ام اسماعيل او زوجة محمد اسماعيل، اكيد حيراعوكم في الاسعار. اسعارهم اصلا ما يحتاج انهم يراعوكم، الاسعار عادية جدا، المنتجات نظيفة. بتلقي عندهم الكركديه، بتلقي عندهم الدخن، بتلقي عندهم السمغ، بتلقي عندهم شاي الغزالتين، بذكرك بس سودان المحل. بتلقي عندهم جميع انواع الفول، فول السلام تقريبا كان خلص، كان عليه زي هجمة كده. بتلقي عندهم الحمص، الحمص السوداني، في فرق بين الحمص العادي والحمص السوداني، السوداني اللي هو بيكون شنو حجمه صغير كده. تمام. وكمان عندهم الفول السوداني ممتاز، واحلى شيء وارهف شيء يا جماعة، تخيلوا عندهم الجبنة السودانية، الجبنة السودانية تحسي روحك اشتريتي جبنة من بقالة في السودان وراجع بيتكم، بذكرك بالسودان. الجبنة نكهة وطعم ممتاز، وعندهم طحنية، وعندهم زيت السمسم، عاملين الأسعار والأحجام مختلفة في زيت السمسم. وحاليا متوفر خبايز، الخبايز هو خبايز بتاعت شركة، لكن قريب جدا حيوفر لكم خبايز البيت، وإن شاء الله بإذن الله ممكن أنا أوفر فيه منتجاتي اللي هو البخور، وممكن نوفر لكم منتجات بتاعت بيت اللي هو الخبايز السودانية الأصلية الأصلية بطعم البيت إن شاء الله قريب. يا ريت كلنا نقف مع بعض ونساعد بعض وندعم بعض. ممكن تروح المحل وتشوفي المنتجات الرهيبة، المحل نظيف زي ما قلت لكم في الخالدية. تمام. عندهم المكنسة يا جماعة، احنا في السودان بنقول المكشاشة المكشاشة السودانية. تمام. حاولت أصور أمس، كان الافتتاح، حاولت اصور لكم لكن ما شاء الله كان في زحمه عجيبه، والناس تقريبا شبه خلصت اغلب المنتجات بتاعت رمضان. عندهم حلو مر، جربتيه يا دلال؟ فظيع فظيع الحلو مر، لانه نحن ادونا منه عصير، يعني في الافتتاح كانوا عاملين من منتجاتهم ذاته. وعندهم الرقاق، الرقاق ظاهر الحاجه بتعرفي من برا، يعني الرقاق ظاهر انه ممتاز ونظيف، انا ما جربته لكن ظاهر يعني. تمام. الكيس بتاع اللي هو الرقاق تقريبا ب10 دراهم، الحلمور 20 درهم او 25 درهم، لانه جاي من السودان، عملوه امهاتنا السودانيات وجايبينه من السودان، يعني ما معمول هنا في الامارات. تمام. زي ما شايفين ساحل النيل المحل، كمان بتلقي خلفه سوبر ماركت اسمه سوبر ماركت المدينة، والكركديه أحجام وأسعار مختلفة، وعندهم القرض، المهم عندهم حاجات كثيرة. يا ريت ندعمهم، لأنه يا دوب افتتحوا المحل، ربنا يوفقهم وربنا يبارك في رزقهم. هنا حاولت أصور لكم برضو العراديب والبلح، أي واحدة ما اشترت البلح بنصح تمشي تشتري منهم. والفول برضو، الفول برضو عاملينه أكياس، يعني أحجام وأسعار مختلفة، بتقدري تاخدي اللي بناسبك يعني. تمام. وتاني عندهم شنو يا ربي، المهم عندهم حاجات كتيرة. يا ريت تروح المحل وتشوفوهم وتدعموهم، وحتى لو ما حتمشوا المحل كل واحدة بتحضر الفيديو تعمل لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لباقي البنات اللي حابة تشتري، تمشي تشتري منهم
واللي ما حابة تشتري يعني تديهم دعوة حلوة من قلبها، ربنا يوفقهم ويبارك لهم فيهم. لكن بنصحكم بنصحكم تمشوا وتشتروا الجبنة خرافية، والأسعار بيختلف. جبنة الدويم، جبنة الدويم يعني الريحة فنانة. والدكوة برضو اشتريت منهم أمس وجربته الليلة، تمام. الجبنة الكيلو تقريبا ب30، نص كيلو ب30، كيلو ب30 ما متأكدة. عندهم السجوك، سجوك البقري. أنا صراحة كنت حشتري السجوك لكن ما في زول بيشجعني في البيت، يعني ما في زول بيشجعني. وهنا حاولت أصور لكم البلح من قريب، المحل نظيف ومعروف الحلفاوين والمحس بنظافتهم وترتيبهم وحاجاتهم الرهيبة اللي ما فيه أي كلمة، تمام. هنا حبيت أوريكم يا جماعة البن، الناس اللي بيحبوا البن اللي بنشربه في مش القهوة التركية، لا البن حقنا احنا في السودان بنقول عليه بن، البن حقنا معاه الجنزبيل ومعاه المحمص ومعاه المسحوق. والأحلى من ده كله يا جماعة، أنا صراحة بجد 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 حسيت أو شميت ريحة الحاجات اللي بترسل لي أمي في رمضان. الشمار، مرات بناخد الشمار اللي هو الكمون، الريحة ما بتكون حلوة، بتحس إنه في ريحة شمار قديم، لكن شماره أول ما تفتح الحبوة بديك الطاخ في أنفك، روعة رهيب. زي ما وريتكم اسم المحل، اسمه ساحل النيل. وهنا قدام عندهم أيوة خلفه